نجح السباح المصري شهاب علام من تحقيق إنجاز جديد على صعيد مسيرته الرياضية بعد أن تمكن من السباحة لمسافة 25 كيلومترا في قناة دبي المائية. بطل العالم الأول في السباحة بالزعانف الفردية السباح المصري علام انطلق من قناة دبي المائية وبدأ التحدي منذ الساعة 6 صباحا من منطقة السيف في خور دبي، مرورا بخط القناة الممتد على مشارف مدينة دبي من الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد وحديقة الصفا إلى خط النهاية عند جسر جميرة، قاطعا المسافة البالغة 25 كيلومترا في 6 ساعات بالتمام والكمال. بطل العالم في كولومبيا عام 2008 وصاحب المركز الأول في دوري أبطال العرب اختار مدينة دبي لتكون محطته الكبرى في تحقيق رقم قياسي يسجل في هذه المدينة التي تعد الأفضل في استضافة كبرى المواعيد الرياضية. الفكرة هي جت لي يعني كفكرة شخصية، ان يعني فكرت ان بصيت على الماب بتاع دبي، انا حابب ان اعمل انجاز لدبي، حابب ان يكون يعني اسم موجود في تاريخ دبي، بلدي يعني والمدينه دي بالذات عزيزه جدا عليا. فبدات ان انا اختار الوجهه دي، ان انا ابدا من السيف اللي هي من خور دبي وانتهي عند جميره هنا، مسافه كانت حوالي 25 كيلو. والحقيقه ان دبي والامارات بتساعدني كتير، ان يعني بتشجعني على ان انا اعمل تحديات زياده، لان هي الحقيقه بتفتح المجال. الحقيقه هو يعني كان شبه مستحيل اولا، بس هو يعني فرحته لا تذكر، يعني في الاخر يمكن اخر كيلو او حاجه في السباق ده كان متعب جدا ومفرح جدا، وكنت حابب ان مش مصدق ان ده ممكن يتم، بس الحمد لله انا بامن بنفسي وبامن بان كل حلم يقدر يتحقق لو الشخص بيسعى ليه، يعني كفايه.